آسف طلاب، صار قطع بالتسجيل الفيديو، وإن شاء الله نكمل هذا موضوعنا هو الفيس 2. فقلنا لكم طلاب الفيس 2 it is caused by balance between two strength in depolarizations and repolarizations. Repolarizations it is lack of the potassium ions and depolarizations of the calcium ions. The benefit of this phase it is to prolong contraction, prolong absolute refractory potentials. Okay, absolute refractory potentials depend on the action potential. Calcium ions activated in minus 40 millivolt. وقلت لكم الكالسيوم ايونز وين تتفعل؟ تتفعل ناقص 40 اللي هي وين موجوده بالفيز 0. اوكي، and fully activated شو وقت تصير بالفيز 2 and stop at the end of the phase 2. تتوقف الاكتيفيشن اوف كالسيوم ايون وبيمن بنهايه الفيز 2. اوكي، ولكن قبل النهايه at the end of the plateau هنا شلون تتوقف طلاب الكالسيوم عن الدخول الى داخل الخليه؟ هنا بالجزء الاخير من البلاتيو راح تتحفز بامبس اللي هو قلنا لكم اكستشينج اوف ذا بامبس. من شافت دخول الكالسيوم الداخل الخليه بعد صار هوايه راسا، يعني معناته بنهايه البلاتيو راح تتحفز اكستشينج ثانيه. شنو اكستشينج؟ بين الصوديوم والكالسيوم، هو 3 صوديوم كالسيوم اكسشينجر راح يتحفز بهيك حاله، يعني ايونات الصوديوم من نهايه البلاتيو راح تبدا تتفعل هذا الاكسشينجر، فتدخل ايونات الصوديوم داخل الخليه وتطرح ايونات الكالسيوم الى خارج الخليه، وبالتالي تنهي شنو الكونتراكشن او تنهي البلاتيو. اوكي طلاب، هاي نقطه لازم تتوضح لكم وان شاء الله هسه وضحتها. يعني هسه نجي لنرجع على الرسم، نجي على الرسم هذا هنا طلاب نهاية البلاتيو، هنا هذا الجزء الأخير من الفيس 2 اللي قلت لكم بلاتيو، هنا راح يتحفز عندنا الاكسشينجر البتوين صوديوم كالسيوم اكسشينجر، ثلاث ايونات صوديوم تدخل داخل الخلية وتخرج ايون كالسيوم واحد. اوكي، هذا تتفعل في سبيل شنو؟ تنهي الكونتراكشن او تنهي البلاتيو فيس. هسه طلاب نجي عندكم هوم وورك ايضا، why in phase 2 plateau the balance not occur between the potassium and sodium ions. اوكي، هذا لازم تجاوبني ليش بالفيس 2 يحدث بالانس، ما يحدث بين البوتاسيوم والصوديوم، يحدث بين البوتاسيوم والكالسيوم. اوكي، كالسيوم ايونز از ديفايدد انتو تو تايبس، قلت لكم اكو ال تايبس لونج بلاستنج، هذه مهمه كلش بالبلاد فيزلز وموجوده بالكاردياك، هذه حتى الادويه تاخذون ان شاء الله بالفارماكولوجي بالصف المرحله الثالثه، تاخذون كل الادويه وقسم هذا الادويه يسموها كالسيوم شانل بلوكرز تشتغل على ال تايبس، فمن تعمل بلوك هذه الريسبترات او هذا الشانلز شنو يعمل لنا؟ يقل عندنا الضغط ويقل عندنا الجهد الكهربائي. والنوعيه الثانيه يسموها تي تايبس شانلز اللي هي ترانزيانت شانلز اوف ذا كالسيوم، تكون فترتها قصيره طلاب، فترتها كلش قليله، فترتها قليله، وبالتالي هذا التي تايبس شانلز نشوفه ايضا ان شاء الله بال بيس ميكر اكشن بوتنشال بالفيس يسموه بري بوتنشال او يسمونه الفيس 4. هنا ايضا طلاب عندنا هوم وورك، if the plateau is not present what does this means؟ هذا نجاوبونا بالهوم بالجوجل كلاس روم، وعندنا ايضا هوم وورك اخر، why the faces of this action potential is started in zero not in one، يعني احنا ليش ما نقول 1 2 3 4 5، ليش نقول 0 1 2 3 4؟ هذا ايضا لازم تجاوبون تشوفون حلوله مالته. الفيس 3 او هو يسمونه الطور الرابع الفيس 3 هو رابيد لارج ريبولاريزيشنز، رابيد لارج ريبولاريزيشنز ايضا ريبولاريزيشنز، وهذا شلون يسبب طلاب؟ سبب ببساطه ديليد ري اكتيفيشن بوتاسيوم شانلز اللي هي متفعله قلنا لكم من الفيس 1 والفيس 2 وتستمر الى الفيس 3،
تستمر بالفيس 3 المسؤولة عن خروج أيونات البوتاسيوم إلى خارج الخلية. من توصل ناقص 40 ملي فولت جزء من جزء من الفيس 3 تتوقف وتصير inactivated، وبالتالي أكو أيونات بوتاسيوم ثانية، هي channels ثانية من أيونات البوتاسيوم يسموها non-gated channels، يصير activated، وتسمى هذه onward reactivation potassium channels. تستمر المن للفيس 4 في سبيل شنو تخرج ايونات البوتاسيوم الى خارج الخلية حتى تنهي عملية اللي repolarizations، كل هاي فترة يسموها repolarizations. اوكي طلاب، هسه these channels called inward reactivators potassium channels and this continue to phase 4 and it is responsible for the resting membrane potential. هذه resting membrane potential يعني توصل ناقص 90 ملي فولت، وهذه تستمر للفيس 4 اللي هو الطور الخامس يسمونه الفيس 4، يسمونه membrane selective permeability. هذا الفيس 4 شنو أسباب طلاب؟ أسبابه خروج أيونات البوتاسيوم إلى خارج الخلية بمقدار 20 إلى 100 مرة بقدر أيونات الصوديوم. أوكي، فشنو أسباب؟ بالتالي هاي يسموها repolarizations، هذه يسموها حالة يسموها repolarizations، وبالتالي حتى تخلي الخلية أو العضلة القلبية تستجيب المن للستيمولس، وأيضا يتكرر عندنا الأكشن بوتنشيال. هذه أسباب الفيس 4 مثل ما قلت لكم، هي الانوارد ريأكتيفيشن بوتاسيوم channels اللي هي، وعندنا أيضا pumps ثانية صوديوم بوتاسيوم pumps، صوديوم بوتاسيوم pump، يعني two factors effect on the phase 4 هي inward reactivation potassium channels وصوديوم بوتاسيوم pump. طيب قاعدة نيرنست أثبتت بأن أيونات البوتاسيوم ضرورية بالفيس 4، ليش؟ لأن ولدت جهد كهربائي ناقص إكوليبريم بوتاسيوم channels بوتاسيوم ما يقارب ناقص 94، هو قريب على من على الناقص 90 اللي هي يمثل resting membrane potential، بينما الصوديوم بلاس 61 بالتالي بعيد كل البعد عن ناقص 90. فأيونات البوتاسيوم بالطور الرابع مهمة كلش في سبيل جعل الخلية تستجيب لأدر استيمولس، وهاي الفترة يسموها repolarization. نجي لطلاب الميكانيكال changes in the action potential in non-pacemaker tissue. شنو احنا هذا جهد كهربائي، ولكن احنا اكو جهد ميكانيكي اخر او تغير ميكانيكي. التغير الميكانيكي بصورة رئيسية هو انقباض القلب يسموه السيستول. Systole begins immediately after depolarization, especially at minus 40 millivolt, and ends by the end of the plateau. يعني تقلص العضلة القلبية يبدأ بعد depolarization، يعني الفيس زيرو من يوصل ناقص 40 تبدأ عادين السيستول، يعني لازم أكو depolarization بعدها يساعدنا السيستول بجد بالفيس زيرو ناقص 40، ويستمر عند نهاية البلاتيو اللي هو فيس 2. أما diastole take times double time that of the phase 3. Take times double that of the phase 3. يعني طلاب احنا الوقت اللي ياخذ الديستول مقداره ضعف مرتين بقدر الوقت اللي ياخذ الفيس 3. الفيس 3. And it is begins at the end of the systole. ويبدأ بنهاية السيستول، هو قلنا لكم ياخذ جزء من الفيس 3 ويستمر المن للفيس 4. Active absolute refractory period تشملنا قلنا لكم طلاب الفيس 0 الفيس 1 الفيس 2 and early part of the phase 3 early part of the phase 3. Excitability بالactive refractory period يصير صفر مثل ما قلت لكم، يعني in which the heart muscle is not responded to the stimulus. Also it take part of the diastole بالphase 3 this period in order to permit the filling with the blood. Okay، مثل ما شرحت أمامكم أن relative refractory period اللي هي include the rest of the phase 3 and the excitability below normals. يعني ما توصل بال relative refractory period ما توصل الناقص 90 وإنما أقل من الطبيعي. أكو فترة
نهاية الفيس 3 طلاب أكو مرحلة بالأكشن بوتنشال بالرسم مالته يسموها سوبر نورمال فيس of the excitability. هذا وين موجودة بنهاية الفيس 3. هذه طلاب in which excitability above zero, which is a period after refractory relative refractory period. هذه الفترة بعد ال relative refractory period. هذه هنا الفترة هو فترة كلش قصيرة. إذا صار عندنا تكون متغيرة vulnerable. شنو متغيرة؟ يعني احتمال تستجيب المن لفوكس صار عندنا stimulus مرة ثانية بغير جزء من عضلة قلبية. احتمال تستجيب إلى وهي حالة نادرة كلش. فإذا أو حالة يسموها مرضية. إذا صار بها activation بهذا الفيس اللي هو جزء كلش قصير بنهاية الطور الثالث هذا يولد مرض يسمونه الأرثمية عدم انتظام ضربات القلب اللي نحن نأخذ إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. أوكي إذا super normal phase of the excitability وين موجود آخر جزء من الفيس 3 اللي هو فترة كلش قصيرة. هذه إذا تولد جهد كهربائي other tissues of the cardiac احتمال تستجيب ويولد لنا focus ectopic focus أو يسموها أرثمية. Cardiac muscle is not suffer from tetanus. هذا أيضا homework مثل ما شرحت أمامكم ليش ما يساعدنا tetanus بالشرح ماتي عن ذكرته ولازم يجاوبونه بالجوجل classroom. الخاصية الثانية الطلاب أستكلمنا الخاصية الأولى الإكسايتابلتي عندنا الخاصية الثانية يسموها الريثميسيتي أو يسموها الأوتوماتيسيتي. It is the ability of the heart to beat rhythmic by spontaneous. وقلنا لكم الريثميسيتي أو الأوتوماتيسيتي هو قابلية العضلة القلبية على العمل من ذاتها بصورة تلقائية عن طريق توليد جهد كهربائي اللي هو يسمونه Action Potential Generated by Pacemaker. إذن شلون يتولد عندنا الريثميسيتي والأوتوماتيسيتي طلاب؟ يتولد بصورة منتظمة وبصورة تلقائية يعني Rhythmic and Automatics. Automaticity يعني من تلقاء نفسها inherent شلون من ذاتها. أوكي فهذا مثل ما قلت لكم الـ SA node يولد 150 times per minutes. أوكي أو هذا innervated by autonomic nervous system عن طريق الرايت فيغاس يزيد يقلل. أوكي يقللها يعني يخزن من هذا المخزون يولده يعمل 72 هو عدد ضربات القلب الطبيعية بالإنسان 72. هذا الAV فيوصل من الSA الAV نود إشكال 60 أو 70 أو 65 حسب الحالة من الشخص. Impulse per minutes it is supplied by left vagus. طبيعي الSA node الautonomic nervous innervations عن طريق الright بينما الAV node عن طريق left vagus عن العصب الفيغاس ينقسم قسمين الright والleft. الright بالSA node والAV node أيضا بالleft. هذا إحنا الشوكة الAV node يولد جهد كهربائي من تلقاء نفسه. إذا الـ SA node صار بي عطل يعني صار بي damage بالـ SA node الـ AV node يأخذ دورة وأيضا يساعدنا regeneration. أوكي طلاب البركنجي فايبر بعد ما شرحته بالسابق الـ AV node يولد بركنجي فايبرز يرسل عن طريق البركنجي AV bundles وعن طريق البركنجي فايبرز المن إلى البركنجي فايبرز وينتشر على both of the ventricles. إذا صار عندنا دامج مثل ما قلت لكم بالأي في بندلز ما راح الجهد الكهرباء ما راح ينقل من الأي في إلى بركنجي فايبرز فبيش حالة البركنجي فايبر نفسها تولد فوكس for the generation of the action potential. جد الجهد ما تيراوح 20 إلى 40 times per minute وهذا يسموه adioventricular rhythm وبالتالي هذا يعني حالة emergency لازم يعني يحتاج ل artificial pacemaker يعني يحتاج ل pacemaker صناعي يثبت طرف بالجهد بالنسيج القلب وطرف بالسكن وبالتالي عملية كلش بسيطة حتى ينعاد هذا كل 3 سنوات يتبدل مرة ثانية. الهومورك why the both of the SA node and AV node are located in the right atrium. انت تلاحظون طلاب الSA node والAV node كله موجود بمن بالright atrium. هذا ليش شنو السبب لازم ايضا يجاوبونه بالجوجل كلاس روم.
و what is happens if the AV bundles is damaged. هذا أيضا homework ولكن أنا جاوبت يعني بالشرح موجود أمامكم. طلاب الأكشن potential in the pacemaker SA node والAV node. طلاب شنو خصائص هذا؟ هذا خصائصه يكون يكون طلاب يكون هذا slow. أنا آسف كاتب fast بس هو slow responses action potential. slow responses action potential صار خطأ إملائي كاتب fast بس هو slow action potentials وما موجود بي بلاتيو وما موجود أيضا stable resting membrane potential. أكو بي threshold unstable resting membrane potential. A depolarization is a spontaneous slow depolarizations. وليش هذا صير بي depolarizations لأن بسبب calcium ions. calcium ions تكون بطيئة مع البوتاسيوم والكالسيوم يكون بطيء فبالتالي الـ depolarizations caused by the calcium channels بطيء فبالتالي يصير عندنا الـ response مالته أيضا بطيء. هناك بدال الـ stable resting membrane potential أكو threshold أو يسمونه pre-potential. طبعا هذا pre-potential ضروري طلاب ضروري في سبيل طلاب هو الأكشن potential بالبيس ميكر مسؤول عن الهارت ريتس يعني على ضربات القلب. أوكي ضربات القلب شوفها هواية شوف قليلة هذا يعتمد على الأكشن potential. فبالتالي إذا الأكشن potential عالي يكون rapid معناته عنده هارت ريت إذا slow معناته هذا عنده بريديكارديا وهسه أيضا أشرحها أمامكم. طيب يا طلاب البري potential ضروري ضروري البري potential ضروري يعني يسمونه gradual spontaneous depolarization حتى يدخل البيس ميكر المن لل هذا للاكشن بوتنشال. طيب يتكون على عكس هذاك البيس ميكر اكشن بوتنشال هذا متكون من ثلاثه فيزز. طيب طبيعه اللعب اللي احنا بالفارماكولوجي منتخذون بالثالث الادويه تشتغل على ارثمي عدم انتظار ضربات القلب تكون ميكانيكيتها على من على الاكشن بوتنشال النون بيس ميكر مو بهذا البيس ميكر بالنون بيس ميكر. اوكي فعندنا اول طور يسمونه الفيز 4 احنا هناك بيش بدينا بالفيز 0 هنا بالفيز 4 يسمونه بري بوتنشال. هذا شنو طلاب سبونتينيوس جراجوال ديبولاريزيشن سبونتينيوس تلقائي جراجوال تدريجي ات از كوز باي ذا فاني كارنت صوديوم شانلز ان هنا ايضا activation of the calcium ions وبنفس الوقت اكو قنوات للصوديوم يسمونها فاني فاني ما تشنو الفاني يعني قنوات مضحكه قنوات مضحكه يعني ضاحكه. ليش قنوات ضاحكه طلاب احنا هذا هاي قنوات الفاني كان الصوديوم تدخل مو فقط الصوديوم تدخل حتى البوتاسيوم وتعرفون احنا اخذته بالنيرف اخذته بالكاردياك اخذته بالسموث مسل قنوات دائما الصوديوم اذا يدخل شنو الصوديوم يخرج الصوديوم لا يدخل بوتاسيوم يخرج وبالعكس. لكن هاي القنوات مضحكة صدق مضحكة ليش لأن دخل كلها أي شيء أيون موجب صوديوم بوتاسيوم يدخله في سبيل السرع من عملية الأكشن بوتنشيال. أوكي and activation أيضا قلنا الفاني كارنت صوديوم شانلز وأيضا activation of the calcium ions activation of the calcium ions. طبعا الكالسيوم ايونز هنا شو تكون تكون تي تايبس بالفيز 4 التي تايبس it is important for action potential in the SA AV node. طيب هذا pre potential كلش مهم حتى يتولد action potential بالبيس ميكر. اوكي يبدأ it is important for action potential in SA and AV node started تبدأ بناقص 90 ملي فولت وتوصل الناقص 40 ملي فولت. الناقص 40 راح يبلش عنا الفيس الآخر اللي هو فيس 0 فيس 0. أوكي ناقص 40 وصل الفايرنج ليفلز الفايرنج ليفلز راح يصعد رأسا يعني طلاب هناك أكو طرف صاعد طرف نازل. أوكي بلاتيو طرف نازل صاعد بالأكشن بالأكشن بوتنشيال بالنون بيس ميكر صاعد أسندك أكو طرف بلاتيو طرف نازل. هنا شنو هسه شوفونا طلاب صاعد نازل ماكو عندنا بلاتيوم الفن اكتيفيشن بيجينز طبيعي قنوات الفن اكتيفيشن بيش تبلش احنا هذا الفيس بري بوتنشال او الفيس 4 يبلش من ناقص 60 ناقص 40 الفن صوديوم
فاني صوديوم اكتيفيشن تبدأ من ناقص 60 توصل ناقص 50 تتوقف. تبلش شنو مرة ثانية الكالسيوم ايون تبلش من ناقص 50 وتوصل ناقص 60 وأيضا تتوقف. هنا كاتب 50 هي ناقص 50 عفوا طلاب من ليفولت. من توصل ناقص 50 تتوقف زين طلاب. من توصل ناقص 50 لناقص 60 تتفعل قنوات الكالسيوم الترانزيانت وتتوقف الفاني اكتيفيشن اوف ذا صوديوم. ولكن من تتوقف بالناقص 60 حيبلش شنو الطور الاخر وتتفعل عندنا قنوات ثانيه. لاحظ طلاب هذا الفيس 4 هذا الفيس 4 اللي قلناكم بيسبب شنو اسبابه يسمونه بري بوتنشلز او الثريشولد. لاحظوا طلاب من ناقص 60 يبلش يوصل ناقص 40 اوكي ناقص 60 ناقص 50 من ناقص 50 ناقص 40 من ناقص 40 يبلش يصعد هذا يسمونه فيز 0 وهنا الفيز 3 اوكي ثلاث اطوار. الفيز 0 هنا طلاب هنا عندنا الترانزيانت كالسيوم شانل ان اكتيفيشن وعندنا ايضا الفاني كالسيوم شانلز يسموه صوديوم شانلز فاني صوديوم شانلز ان اكتيفيشن. راح تتفعل هنا قنوات كالسيوم ثانيه اللي يسموها لونج لا او لوستنج كالسيوم شانلز. اذا هنا ليش يكون مثل ما قلت لكم سلو ريسبونسز؟ لان هو مسؤول منه مسؤول الكالسيوم شانلز والكالسيوم شانلز تكون بطيئه. فبالفيز 0 المسؤول مالته هو كالسيوم ال تايب شانلز ال تايب او لاستنج types calcium channels. هنا يا شنو طلاب احنا ايضا الفيس 3 يسموه طور الريبولاريزيشنز المسؤول مالته شنو البوتاسيوم channels. الريبولاريزيشنز المسؤول مالته البوتاسيوم يسمونه الديليد بوتاسيوم رياكتيفيشن بوتاسيوم channels ديليد رياكتيفيشن بوتاسيوم channels. أسأل طلاب هذا رسم واضح وهذا أيضا رسم واضح هذا رسم واضح هذا مثل بعد أوضح هذا رسم أوكي طلاب. هذا depolarizations هذا repolarizations هذا hyperpolarization وصل هذا الحد أوكي طوريا يعني طور زيرو طور عفوا طور الرابع طور زيرو والطور الثالث طور هذا الطور يسمونه الطور الثريشولد الفيس فور الفيس زيرو الفيس 3. هسه طلاب نجي على الفيس 0 شو يكون مميزاته؟ slow depolarization it works due to inactivation of the funny channels inactivation of the T calcium channels activations of the calcium channels. هذا بالنسبة للطور الثاني الفيس 0 slow depolarization. أيضا شلون يعمل؟ أول وقفنا الفاني channels وقفنا التي تايبس اوف ذا كالسيوم شانلز فعلنا الكالسيوم ال تايبس شانلز الفيس 3 يسموها ريبولاريزيشن ان اكتيفيشن اوف ال تايبس ان اكتيفيشن اوف ذا ال تايبس كالسيوم وقفنا الكالسيوم ال تايبس فعلنا البوتاسيوم يسموه ديليد رياكتيفيشن اوف ذا بوتاسيوم شانلز. ها خصائصه الفيس 4 فيس 0 فيس 3. كاركترستيك اوف ذس بوتنشال نو بلاتيو no stable resting membrane no stable okay well homework لكم هو what are the differences between action potential in the SA node and AV node and what are the differences between atrial and ventricular action potential والسؤال الثالث هو transformation of the non pacemaker into pacemaker. شو كنت تحدث transformation of the non pacemaker into pacemaker cells شلون تحدث وش وقت. طلاب هسه نيجي على الفاكتورز افكتنج ريت اوف ذا ديسشارج اوف ذا اس اي نود. شنو العوامل اللي تاثر على الديسشارج من الاس اي نود؟ اريثميسيتي اوف اور هارت ريت. شنو العوامل تاثر بيها؟ اول عامل قلت لكم هو الاوتونوميك نيرفس اللي هو نوعيتين عندنا السمباثيتك شو يعمل لنا تسارع بضربات القلب تحفيز كرونوتروبي اوكي تحفيز كرونوتروبي. اذا ضربات القلب شو يسموها طلاب احنا اذا زيد ضربات القلب هوايه شو يسموها كرونتروبي كرونتروبي يعني الضربه زياده ضربات القلب يمثل كرونتروبي. بينما هسه ناخذ مصطلح ثاني ايضا نوضح لكم اياه اكو كرونتروبي اكو كرومتروبي
إلى آخره. فعندنا السيمباثاتيك، تحفيز السيمباثاتيك يعني من زي الكاتيكولامين، من زي النور إبنفرين، يزيد التوصيل جهد الكهربائي من الأس أي نود للأي بي نود، يزيده، وبالتالي شو يعمل لنا؟ تسارع ضربات القلب. الميكانيزم ما تشي مثلنا، عندنا النور ترانسميترز يسمونه النور أدرينالين أو النور أبنفرين، هذا يحفز مستقبلات موجود بالأس أي نود اللي هي شو يسمونه البيتا وان. أوكي، فالبيتا وان شي زيدنا يزيدنا داخل الخلية بالمسل فايبرز بالأس أي نود، يزيدنا الساكريك أي أم بي، يفتح لنا قنوات الفاني كارنت مال الصوديوم، يقلل سلوب فورز يعني سلوب فيس فور يقلله. معناته شنو طلاب؟ معناته الوقت اللازم حتى ينتقل من بريتش بوتنشال من فيس فور الفيس زيرو فقط كلش قصير فوقت كلش قصير. السلوب مالته راسا ينقل من البري بوتنشال الى الفيس من فيس فور الى فيس زيرو، بالتالي يعني شنو؟ تاكيكارديا، هذا تاثيرات الادرينالين. ريتش ثريشولد زيرو ان شورتر تايمز. اوكي طلاب، بينما الباراسيمباثيتك نيرفس سيستم يعمل لنا شنو؟ بريديكارديا يعني نيجاتيف كرونيتروبي. اوكي، نيجاتيف كرونيتروبي، هذا شلون الميكانيزم مالته؟ بالباراسيمباثيتك استالكولين شو يحفز لنا طلاب؟ يحفز لنا تو ريسبترز او تشانلز وريسبتر، هي المسكارينيك ريسبتر اللي يقلل تركيز السايكليك اي ام بي. اوكي، يحفز لنا شنو؟ البوتاسيوم استالكولين شانلز، يعني شنو؟ راح يزيد من عمليه طرح البوتاسيوم الى خارج الخليه. فشنو معناته؟ انتاغونايز فاني كارنت، وبالتالي الوقت اللازم حتى ينتقل من الفيس 4 الى الفيس 0 وقت شنو راح يكون؟ يعني يحتاج له سلوب نيجاتيف، يعني سلوب نيجاتيف يحتاج لوقت طويل، سلوب يكون نيجاتيف معناته يحتاج شنو؟ وقت طويل، وبالتالي يعملنا شنو؟ بريديكارديا. So increase or decrease number of contractures called chronotropy while increase or decrease the strength of the contraction يسموه inotropy. إذن أكو مصطلح chronotropy وأكو inotropy. الانوتروبي يعني يزيد contractions، يزيد كمية قوة contractions، قوة تقلص العضلة القلبية، هاي شو يسموه inotropy، بينما الكرونيتروبي يزيد ضربات القلب، عدد نبضات القلب، عدد التقلصات، بينما قوة التقلص يسموه إنتروبي. هذا أيضا مصطلحات تفيدكم طلاب بالفارماكولوجي إن شاء الله بالأدوية تشتغل على الهارت. أوكي، عندنا طلاب العامل الثاني اللي يأثر على SI نود ديسشارج هو كاتيكول أمين. أنا هسه قلت لكم النور أدرينالين، ولكن كاتيكول أمين عندنا شيء يشملنا النور أدرينالين، الأدرينالين والدوبامين، ثلاثتهن. أوكي، هذا كلها مثل ما شرحتكم على الأدرينالين تأثيره، أيضا نفس التأثير على النور أدرينالين وعلى الدوبامين، كله يزيد النمبرز أوف ذا هارت ريتس، يعمل لنا شنو؟ تاكيكارديا. العامل الثالث البادي تمبرتشرز، كل ما تزداد درجة حرارة واحدة تزيد نمبرز اوف بيتس ما يقارب 10 بيتس بير مينتس، وكل ما تقل درجة حرارة تقل الهارت بيتس 10 درجات. فشوف الشخص اذا ترتفع حرارته تزداد الهارت بيتس، ونقدر نعرف طلاب درجة الحرارة نقارنها بمن؟ بالهارت بيتس. كل 10 درجات تزداد، يعني درجة إذا إنسان سخن ارتفعت حرارته من 37.5 إلى 38.5 معناته صار احتمال الهارت بيتس 82 إلى 83 أو 83. أوكي، أو 93 إلى آخره. عندنا العامل الآخر الإكسترا سيلولار بوتاسيومز، شنو إذا صار عندنا زيادة بالبوتاسيوم خارج الخلية شنو تأثيراته؟ أول شيء إذا يعني تركيز البوتاسيوم خارج الخلية، إذا يقل عندنا البوتاسيوم خارج الخلية يقل هايبوكاليميا، شي زيد الهارت ريت، يزيد الهارت ريت. ليش؟ لأن السلوب حيصير بوزيتيف، يعني الوقت اللازم من تحويل من فيس 4 إلى الفيس 0 وقت كلش قصير. هذا شي عملنا باي ديجريز بوتاسيوم كوندكتنس إن ذا أس أي نود، ديجريز بوتاسيوم
conductance in the SA node. معناته شنو طلاب؟ نزيد depolarizations. معناته نزيد depolarizations. أما إذا صار عندنا hyperkalemia increase بالبوتاسيوم راح يعمل شنو؟ Decrease heart rates. والميكانيزم هي بالعكس مثل ما ذكرناها بالأي. بينما العامل الآخر هو الكالسيوم channels وبلوكينج دراجز الأدوية تغلق قنوات الكالسيوم الأير تايبس. هذا مثل النيفيدبين والفرابامين والأملودبين. Decrease heart rate and decrease contractility by inactivation of the calcium channel air types مثل ما شرحت أمامكم. شكرا طلاب، وإن شاء الله نلتقيكم بالمحاضرة القادمة. شكرا جزيلا.